شباب وأمريكا. مي نوت توك يو. ايش في يا خبل انت؟ ايش في؟ انا بس حبيت سيادو لشباب لانه عربي ومعتر ومسكين. اسمع يا مان، انا ام ريدي. يو شت اب مان. يقول انتبر شباب. بالله انه يقول انتبر. لك يخرب بيتك، بدك تهرب من هون؟ شباب انت ليش سيب امريكا؟ وش قال عن امك يا جوليا؟ انفخي شريم. قال ماما برتم. قال ماما برتم. انا متاسفه شباب على اللي صار لك هنا في امريكا. أنا كنت حزينة عليك. شفت شباب كيف ماما طيبة وخنونة وتحب أنت؟ أقول فكينا منها، ما جاب المصايب لأمك. ما سمعتيها تتأسف لأنها عارفة أنها سبب المصايب. وبعدين اسمعي، من الحين أقول لك هذه الديرة ما عاد بقعد فيها، ولا تقولي لي أمك وما أمك. شرب شباب خبيبي، ما يصير نيجي أمريكا وما نجلس فيها. أنت لازم تشوف أمريكا وتتعرف على بلد أنا وتشوف تمثال الحرية. فكينا من الحرية ذي، هذا الأغبر، لا تجيبين لي سيرته مرة ثانية. بعدين ماني بجاية أتعرف على أحد، ولا على تماثيل، ولا على حصى، ولا على جفارة، ولا على شو اسمه. أمك شافت نوره وخلاص. شبشوبي خبيب أنا، عيون أنا، عشان أنا. بمناسبة زيارة شباب لأمريكا بالحرام إنها آخر مرة إن شاء الله قررت أعمل حفلة باربيكيو نازم فيها أصدقاء العائلة. واو، thank you mom. وش قال عن أمك يا جوليا؟ باربيكيو شباب شاوي، ما أنت تخب شاوي؟ اي والله اني احبه، من طيب ديرتكم ما اكلت لقمه زي الناس. ايوه شباب، ماما بتسوي شاوي وتعزم اصدقاء مالها وعائله. اجل قولي لامك انا بروح الحلقه واختار لي كذا هرفي طيب، ها تدري، لان لا نعرف الحلال الطيب من الردي، ها، وهنا اللحم انا ما ادري وش هو. يدق شباب، هذه امور انت خليها لماما. أنا وأنت بنروح الخين بنشتري ملابس عشان حفلة. ليه 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 ملابس علشان الحفلة؟ ليه؟ ما جبنا معنا من الديرة كل شيء. نو شباب، أنا أبغى أطلب في الحفلة مميزة وحلوة عشان أشرف أنت. تشرفيني ها؟ تبغى أنت تقرين صديقاتك، ما تخلون حركاتكم هذه يا الحريم. هجل مشينا يلا. شباب شوف خبيبي هذا قميص. وش هذا القميص اللي كنا كرتة كهلة؟ حرام بالله ما لبسه. شباب ما رخلو، حتى شوف مره لايق عليك. قلت لك ما ابغاه، وشوفي غيره. اوكي شوف هذا مره خلو. تبغيني البس قميص البرتقالي؟ لا والله ما يطب فوقي. شباب لا تكون عنيد، هذا لونه مره خلو، واذا لبسته بيطلع شكلك صغير وهانسم. أقول اختاري شيء ثاني وفكينا، آخرتها شباب يتمرقع بلون برتقاني. يا البردقاني ديرا ريرا. أقول طب شوف هذا. أقول عيت من البردقاني تطلع لي في الأصفر. وش بك انتي ها؟ أقول شوفي لون زي الأوادم يناسب هيبتي ومكانتي. يا الأصفراني. أف يا شباب، مرة مرة مالل انت في السوق. أنا أبغى أغير لوك مال انت، انت مصر على لوك كلاسيك حقك. اقول لا تبربسين انتي وعجلي، خلينا نخلص، ترى طفشت من هذا المحل. شباب استني شوي، باقي بنطلون وجزمة، ولا تبي تروح في سروال وفنيلة؟ اي والله يا جوليا، ان السروال والفنيلة ما في مثلها، شكلنا ما بنخلص الليلة. لاخذه شباب لاخذه، تعال تعال شوي. يلا عجلي علينا، خلينا نحاسب. شباب انت اللي مستعجل، ليه تطلع روح معانا؟ شوي شوي، صار لنا ساعتين وحنا ندور في ذا المكان، خلاص دار براسي. اوكي your total is 250. بكم تقول؟ $250 شباب، $250. لا 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 كثير، لازم تراعينا يا اخت. شباب
اسكت لا تفضخ أنا. إيش ينزلوا من سقر؟ ما في كذا هنا. أقول لا يضحكون عليك يا الفاغرة، أعرف المحلات أنا دائما يدبلون السعر. لا تسكتين لهم، نشفي ريقهم بالمكاسرة. شباب شباب، هنا ما في كاسريهم، أنت وين عايش؟ هنا أمريكا. أقول والله أنك خبلة وما تعرفي، أنا اللي يتفاهم مع ذاك الثاني. يا صديق عطنا سعر، هذا السعر غالي، نزل شوية، راعنا يا رجال، حنا زباين عندكم هنا، وبعدين ترى يعني ما بنروح أي محل إلا عندكم. يا ربي شباب فضح أنا. شباب وأمريكا، تمثيل ياسر الشمراني، سيلفا صبرة وعلي القيسي، تأليف سعيد الأحمد وأمل الحامد، إخراج حسني أبو زهرة.